عليكم. جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم لقيتوني غادي نمشي نتقضى شي تقضيه عندي وغادي نديكم معايا ان شاء الله. ومن تما وقيله غادي ندوز للمول وقلت نشوف تما واش كاين شي تخفيض شي هميزات شي حاجه زوينه ونشاركها معكم. المهم الى عجبكم الفيديو بقاو معايا حتى الاخر. اوكي عرفتوا كاين البرد بزاف والله العظيم. المهم انا دابا كنتسنى الطوبيس كنتسناه باش يجي. غادي ندوز للمول هو الاول نشوف شنو كاين حيت خاصني نشري واحد الصاك. صاك عادي عندي صاكادو هذا كبير خاصني شي واحد هنا ويكون صغير عملي زعما ديال كل نهار. والمهم ان شاء الله غادي نحاول ندوز للبري مارك نشوف واش كاين شي تخفيضات ولا شي حاجه. المهم ندير لكم غير جوله باش تشوفوا شنو كاين. اللي مهتمه زعما بهاد لا فيديو تبقى معايا. وعاد نمشي نكمل التقضيه ديالي. دونك المهم خليكم معايا.
رجعت معكم. يلا لقيتوني ساليت من المول ودابا غادي نركب في الطوبيس باش نمشي لواحد البلاصه نتقدم لنا شي حاجه في الدار. الطوبيس بقات له دقيقه ان شاء الله ويجي. شوفوا الظلام بقيت تما كندور حتى ظلام الحال وفي الاخر ما شريت حتى شي حاجه. المهم انا ديت غير باش نشوف شنو كاين وندوركم معايا وتشوفوا الجديد تشوفوا لي سول. صراحه كانوا دايرين دي سول زوينين في الصبابط. البيجامات ما كانوش دايرين فيهم شي حاجه. لي مونطو عندهم شي شويه زوينين خلاص. والسيكان ما لقيت حتى شي حاجه زوينه. بغيت زعما غير باش نقضي حيتاش واحد كنت شريته في المغرب ساكادو ديال الجلد زوين ولكن ما لقيتش كيفاش ندير نطلعو باسكو كان ما كانش عندي البلاصه صافي خليته تما. وهنا بغيت ناخذ شي واحد المهم باش نقضي هكا يوميا ولكن ما لقيتش. ماشي مشكل المهم حتى نمشي لبلاصه اخرى ان شاء الله ونقلب مزيان. ودابا غادي ندخل الدار صراحه باقا ما عارفاش شنو غادي نطيب. المهم انا غادي نشارك معكم نقدر ندير شي حريشات للكوتي على حسب. المهم باقا التفكير ديالي مشوش مازال. المهم حتى ندخل للدار ان شاء الله وديك الساعه غادي نوريكم شنو غادي نوجد للعشاء. واذا درت حريشات غادي نشارك كل الغوصات ديالهم معكم صافي. يلا خليت لكم الراحه حتى نعاودو نتلاقاو ان شاء الله من بعد. الطوبيس هو جاي. الفيديو باقي فيه بزاف ولكن باش ما يجيش طويل عليكم غادي نخلي التكمله ديالو لغدا ان شاء الله. ان شاء الله غادي نوريكم المحل اللي كنتقطع منه وكذلك المواد المغربيه اللي كيبيعوها في داك المحل وكذلك الحريشات اللي وعدتكم انني غادي نصاوبهم قدامكم ونوريكم لاغوسيت ديالو. دونك نتلاقاو غدا في التكمله ديال لا فيديو ان شاء الله. نتمنى يكون عجبكم وما نكونش طولت عليكم وتكونوا دوزتوا وقت زوين معايا. كنبغيكم بزاف. مع السلامه.